Hey geeks, welcome back to more Captain Tsubasa Majid Rise of a New Champions. معكم حسود سولم. وصلتنا كتير رسائل انه حسان كيف بدنا نحصل على ضربة ميسوغي وماتسوياما الخارقة، يعني كيف نفوز بالتحديات. فأنا بهذا الفيديو بدي أفرجيكم كيفية الحصول على ضرباتهم الخارقة. بس قبل هيك حابب أشارككم أخبار جديدة بخصوص اللعبة حكت عنها شركة بانداي خلال حدث طوكيو جيم شو اللي صار قبل كم من يوم. أوكي، شركة بانداي شاركتنا هذه الصورة بخصوص التحديثات القادمة للعبة كابتن ماجد. طبعا في محتويين، محتوى مجاني ومحتوى مدفوع. بالنسبة للمحتوى المجاني بلشت في انه رح يكون في تحديث جديد للعبة. هذا التحديث نزل على بلاي ستيشن 4 في 23/9 يعني قبل اسبوع، ورح ينزل على البي سي كمبيوتر يعني وسويتش في شهر 10 اكتوبر، والمفروض في نص شهر 10. هلا هذا التحديث اللي المفروض يحل لنا مشكلة الاونلاين يا جيكس. اذا متذكرين من فترة شارككم انه انا عندي مشكلة بالاونلاين ومش عم بقدر ألعب ضد حدا، وبضل يعمل البحث عن الخصم ولا ببحث عن حدا وحالته حالة. فالمفروض إنه هذا التحديث اللي رح ينزل في نص شهر 10 يحل هذه المشكلة، بالإضافة لمشكلات تانية موجودة في اللعبة. المفروض يكون تحديث كبير على فكرة. وبالنسبة للأشهر القادمة بالتحديث فصل الشتاء، هي محطوط وينتر 2020، رح ينزل سيناريو إضافي لحلقة بطل جديد. لا بعدين طلع شو مكتوب، First Additional Scenario، السيناريو الإضافي الأول، معناته في سيناريوهات تانية بس أول سيناريو رح ينزل في شتاء 2020 طبعا لحلقة بطل جديد. شو بتتوقع يكون هذا السيناريو؟ أنا بقول بداية كأس العالم لأنه هو محطوط أول سيناريو، ويمكن ضايفين شغلات تانية غير كأس العالم مش عارف، بس أنا بقول إنه منطقيا يكملوا على كأس العالم صح؟ هذا أول سيناريو، معناته في سيناريوهات تانية. يعني أنا هذا متحمس لإنه كتير. طبعا زي ما بقولكم هذا لحد الآن إحنا بنحكي على المجاني، ورح يضيفوا مود جديد في بداية 2021. في بداية 2021 رح يكون في مود جديد اللي هو Event Match Mode. هلا هذا الايفنت ماتش حسب ما شفت بالوصف انه زي التحديات، رح يكون في يعني خلينا نقول ظروف معينه واشياء معينه لازم اللاعب يعملها لحتى يحقق الهدف. كيف موضوع مهام التفاعل والتحديات، تمام، نفس الشيء بس هذا مود مخصص لهذا الشيء. عرفتوا كيف؟ مود مخصص للتحديات، كانه في ظروف معينه، شغلات معينة لازم تعملها انت كلاعب لحتى تحقق هدف معين. مش عارف هذا الشيء رح يترتب عليه ضربات جديدة، ممكن نقاط، ممكن ايش، مش عارف. هذا المود برضه حمسني في بداية 2021، وبرضه في بداية ربيع 2021، وخلال ربيع 2021 رح يتم الإعلان عن محتويات تانية بتفاصيل أكثر. زي ما مكتوب there will be more contents available in the future, details will be or will later be announced. يعني في محتويات تانية رح نحكي عن تفاصيلها أكثر بس في ربيع 2021. هذا لحد الآن احنا بنحكي على المحتوى المجاني. نيجي هلأ للمحتوى المدفوع أو الpaid DLC. المحتوى المدفوع المقصود فيه اللي بيكون بفلوس، يا إما بتشتري لوحده بيكون stand alone، هذا في حالة إنه ما عندك نسخة الديلوكس إديشن، أو بيكون عندك نسخة الديلوكس وبالتالي بيكون معك البطاقة الموسمية أو السيزون باس، وبتتم إضافة هذا المحتوى المدفوع تلقائيا، تمام؟ بالنسبة للمحتوى الإضافي رح يكون عبارة عن لاعبين إضافيين رح ينضموا للعبة خلال السنة الحالية 2020 وبداية 2021. زي ما شايفين تحت عنا بشتاء 2020 رح يتم إضافة 3 لاعبين. Oh my god، مين رح يكونوا؟ أول ما شفت هذه الصورة قعدت أفكر مين ممكن يتم إضافته للعبة. بعرفش، اكتبولي في التعليقات تحت، اكتبولي في التعليقات تحت مين بتتوقعوا جيكس.
بعد هيك في بداية 2021 أو بداية ربيع 2021 رح تم إضافة كمان 3 لاعبين، وخلال ربيع 2021 برضو رح تم إضافة كمان 3، يعني بالمجموع 9. أول 3 شتاء 2020، بعدها بداية ربيع 2021 في كمان 3، وخلال فصل الربيع كمان 3. ديم مين بتتوقعوا يتم إضافته؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت جيكس. أوه ماي جود ديم. فالأخبار جميلة، ولسه في أخبار تانية على بداية السنة رح يعلنوا عنها. أعتقد في سيناريوهات تانية رح تم إضافتها لحلقة بطل جديد، ومودات تانية. أهم إشي يضبطوا الأونلاين، يعني لسه اللعبة رح تفرجينا أشياء حلوة كتير. أنا متحمس جدا. أوكي، خلصنا موضوع الأخبار، خلينا ننتقل إلى موضوع التحديات. والبداية معنا ميسوغي. طبعا تحدي ميسوغي بتفعل لما تلعبوا ضد هولندا. طبعا شرط التحدي زي ما شايفين بالصورة، أهم إشي يكونوا ميسوغي وميساكي اللي هو مازن، ميسوغي هو مازن، ميساكي، ياسين، هيوغا، بسام، وكاشيماز، ورعد، لهم هدول اللاعبين الأربعة يكونوا موجودين في الملعب، لازم يكونوا بالفريق. تمام؟ شو شرط هالتحدي؟ لازم الشوط الثاني من المباراة يكون وضع الفريقين متعادل، لازم يكونوا متعادلين 0-0 1-1 اللي هو، لازم يكون في تعادل. بعد ما يصير في تعادل لازم نعمل مواجهة بين ميسوغي، مازن، وكليفورت. على فكرة كليفورت زي ما شفنا بالقصة هو قدوة ميسوغي، حتى ميسوغي لابس بلوزة عليها رقم 14 لأنه كليفورت على بلوزة رقم 14، فهو خلينا نقول زي اللي بلاقيه أو بيعتبره قدوة لإله. ميسوغي بيعتبر كليفورت قدوة، فحلو هذا التحدي اللي بيصير بيناتهم. المهم بعد ما يصير هذا التعادل في الشوط الثاني بتخلي في مواجهة بين ميسوغي وكليفورت. أي مواجهة، تحكم في ميسوغي وأعمل له عرقلة، أعمل له خد منه الطابة، أي مواجهة، المهم التنين يدقوا ببعض. بعد هيك لازم تتأكد أنه منطقة التنافس عندك معبية كاملة بفريقك، بمجرد ما تفعل منطقة التنافس خلص تنجز التحدي. إذن بالمختصر، هلا انا طبعا رح افرجيكم الفيديو هلا انا شو عملت، بس انا حابب احكي لكم اياه حكي عشان بعديها نشوف تطبيق الفيديو. بالمختصر الشوط الثاني بدك تدخل في الشوط الثاني يكون وضعك متعادل، واذا ما كنتش متعادل اتعادل في الشوط الثاني، يعني اذا انت مدخل جول خلي هولندا تفوت عليك جول والعكس صحيح. لازم تكون منطقة التنافس عندك معبية كاملة. تمام؟ بعد هيك اعمل مواجهة بين ميسوغي وكليفورت، اي اشي، تجاوز، عرقلة، اي اشي، رح تلاقي التحدي تفعل وبقولك اضغط منطقة التنافس، بس تضغط عليها بتفعل الكاتسين وبتاخد الضربة. هات نشوف انا شو عملت. هلأ هون انا خلصت الشوط الاول واوريدي كنا متعادلين، انا مفوت جول وهولندا مفوت جول زي ما شايفين هون. على فكرة على بداية الشوط الثاني ميسوغي بدخل تلقائيا الفريق وبدخل تلقائيا الملعب. إذا بتحاول تضيف ميسوغي في الشوط الأول ما رح تقدر، لأنه تلقائيا بنضاف لحاله بالشوط الثاني. هلا هون إحنا متعادلين، منطقة التنافس تحت عندي كاملة، بضل أعمل مواجهة، فأنا رح أعطي الطابة هلا لميسوغي، وحاليا أنا بدور على كليفورت عشان أعمل أي شيء. هلا بتشوفوا أي شيء، هاي كليفورت هلا بين، هاي كليفورت على اليمين، طلع حتى هو اللي هو شفتوا كيف؟ هو اللي اخذ من الطابة، هاي صار تفاعل، تفعل التحدي فوق على يمين الشاشة، هلا بمجرد ما اضغط منطقة التنافس بيصير هذا الكاتسين، خلص تاخذ الضربة. أما بالنسبة لماتسوياما فالتحدي تبعه بتفعل في المباراة ضد السنغال. شو لازم نعمل؟ طبعا لازم ماتسوياما يكون موجود في الفريق، وبسام وسودا، أوكي هدول الثلاثة لازم يكونوا بالفريق. في الشوط الثاني من المباراة لازم فريق اليابان يدخل جول، فريقنا يعني لازم يدخل جول.
بعد ما يدخل جول بيصير في كاتسين بيفرجيك انه شو اسمه هو سانغور كابتن فريق السنغال انه هو محبط ويعني بقول لك انه خلص شكله رح نخسر وهيك، فبس فريقه بشجعه مره تانية. المهم لازم فريق اليابان يدخل جول فريقنا يعني في الشوط الثاني. بعد ما يدخل فريق اليابان جول رح نلاقي انه فريق السنغال منطقة التنافس عندهم تعبت وفعلوها، يعني منطقة العفن فريق السنغال منطقة التنافس الخاصة فيه لازم تكون معبية ويفعلوها. بمجرد ما يفعلوها بتفعل التحدي عنا وبقول لك التحدي اعطي الطابة لماتسوياما. ارجع اعيد باختصار، بالشوط الثاني دخل جول فريق اليابان فريقنا يعني لازم يدخل جول، بعد هيك لازم فريق السنغال يفعل منطقة التنافس الخاصة فيه، رح يتفعل التحدي على يمين الشاشة ويقول لك أعطي الطابة لماتسوياما. خلينا نشوف هذا التطبيق بالفيديو. أوكي، هذا الشوط الثاني، وطبعا أسهل طريقة إنك تفوت جول إنك تعطي الطابة لبسام وتعمل ضربته النمر هاي الفلافل. هيوغا أعطيته الطابة، تجاوزنا حقونا السنغال وعملنا تسديدة النمر الجديدة وفوتنا جول بكل سهولة. لاحظوا منطقة التنافس كانت للسنغال مش معبية على الآخر، كان نصها بس معبة منطقة السنغال، منطقة تنافس السنغال. بيصير هذا الكاتسين بعد ما ندخل جول بالشوط الثاني، بعد هيك رح نلاقي منطقة التنافس للسنغال تعبت على الآخر، شايفين تحت على الشمال، ورح يفعلوها. هي مفعلوها، بمجرد ما تتفعل بتفعل التحدي، يستحوذ ماتسوياما على الكرة. أعطي الطابة لماتسوياما ويعطيك العافية، بتفعل هذا الكاتسين وبتحصل على ضربته، تسديدة النسر البري. Yeah. وهذا هو يا أحلى جيكس، حبيت أشارككم آخر أخبار اللعبة، أخبار جميلة وبتبشر بالخير. حبيت أساعدكم في تحديات ميسوغي وماتسوياما. إن شاء الله رح أعمل كمان فيديوهات تعليمية بشغلات تانية أنا عرفتها، كيف تحصل على ضربات اللاعبين، كيف تحصل على ضربة كابتن ماجد الخارقة، وكل هالقصص أنا عملتها يعني. فرح أجهز إن شاء الله فيديوهات مثل هيك تعليمية تساعدكم. تمام، اوكي جيكس، احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير، ولا تنسوا تعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر انستغرام، هي الروابط تحت في صندوق الوصف. واذا حابين تشتركوا بقناتي الثانية المخصصة للستريمات اسمها جيكس ستريم، ايضا رابطها في صندوق الوصف تحت. انا بتشكركم كتير للمتابعة يا احلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بامان الله.